السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده أن هدانا للإسلام وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربنا جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله. أخواتي وبناتي بارك الله فيكن، أرت إلهي أنك أبا المريو كل جنب، خاصة إذنك إلهي إذنك أبا المريو مقصود كي أجدد ليسوا إيمانا يو وإنانا اللوبين وحاوي هاي وحاوقو مهم سن إلهي النظام غيبي وليه هاي جل جلاله ونوغو تلقل إنو نحريستي سنوسي وحكست إلهي دون كان سببه يالي أسبابت إلهي دم بلافك وكبحيو أدو مديسا رقيا دوم أربا وكسو دويو وكجعلاضو و نحريس يو رحمد يو أخس يو وحكم إذا كلنك إلهي درتي سلو كل ميو إلهي محبدي سلو كل ميو ذكري سلو كل ميو إلا إيش حسوسيو آيات كيسا يا سنة النبي كيسا عليه الصلاة والسلام إن ماشى قرآن لغو أخرجتو إن إلهي سبحانه وتعالى لحسوستو وحا وين إلهي لقه ليو أي هرت كحل دير وكوين وحن فوائد الليلة فائدة سنيش لقي يا با وح عصمين هذا المقال وأظهري وهاي شيء أحاديث تام أيها ماشان لقي شيء جيو لكن كلن كا إله درتي له كل ما يو أي خير كالجوه ليا ونحرجتها شيء كوسو دقيشة كي حديث كي النبي أن صحيحها صلى الله عليه وسلم سيدا ذا مؤمن كي مؤمن الدواء عمل كاستي وصالح وحاوناك سنين استحضاران فضل قوليه فضل قوليه قوليه مركو استحضاره وقلبي يسكشهده أيو أسهلنانيا وفضلانيا ولب كستو كستو قارنا واتكي سنيا مركا فضل مجالستنا إلى ذا هي وإنان هذه قرآن اللوبين ومجالس إلهي جعليه ملائك خاص إلهي أصدراء ويماده كغيب قلع ودبدنا إلهي وعليم جل جلاله وكعلم بذن إياه أي هذا للإكرام بويدين يا حقيت كتمادين أدوما أذيو أذي هذا يا ربي ما نكنمت وكحسي وكتمجيدين أي وكوينين أي ما يأركين ما يأركين كما يأرك هذي أركان شبه نقول لها ين ويكسي بذن الله ين سيدن هيا محبي ويدي سنين ها محيكو ويدي سنين جنة هذا إلهي وكويدي سنين وجنة إذا ما يركن ما يا وهذا يرك لهاين هذا يرك لهاين وكسي بدنا الله رغبة ذي يعني جعل كاي جنة وقبان كويدي سنين أو واحد كعب سنة يجمع جلين مها جرها وامحي نار هذا ونار هذا ما يركن ما هي نار هذا ما يركن هذا أركان محي سمين الله وكسي دار الله حديث كما عنه يسوس داها إلهي وحكسو جب جبي وحن إذا كمر خاتي جلين يا ملاك تيدي أدوم هذا يداس إن أروه هذا دم بدافع كل وقت ملك بعورنا يا لي واحد كجرا مثلا يا كم إذا هاي إنه مراد كلي يدن كلا ويمد ولا هو قد غفرته إلى هورنا سكن نفتر كيس وله دم بدافع محي عليهم القوم لا يشقى بهم جليسهم كان يا غفر يست ولا يوسن كم من نقننا كهم جو بما يو خير كاس وحوين بكسو قاري مرك إن شاء الله هرت مراد كأبوين إنه لا النهاية إنه سكون نمد إن إلهي كود الرجين إنه كل جن كاه النقضه مرك أبوه الرئيسة مرك لبعض موضوع على جهة لي
la doonayo mashaakhdu inay idin tafsiiliyaan anigu ayda quraanan markii waxaan jeclaa in dhalinyaradii ay akhriyaan laakiin waxa iska jeclaysteen inaan anigu akhriyo ayadaha markaa ii soo hormaray waxay ahaayeen ayada ilaahay uu kula khitaabayay waad maqasheen waa macnaha tafsiirkana waad akhrisataan waad garanaysaan ayada uu ilaahay kula hadlayay toos ula hadlayay haweenkii nebiga calayhi salaatu wasalaam kuwaas haweenka nebiga lagula hadlayeyna dee haweenka muslimaadkana waa lagula hadlayaa waxaa ilaahay uu ka bilaabay uu haweenka nebiga uu kala hadlay waxay ahayd adduunyada xaqiir inay xaqiraan oo aakhira ay jeclaadaan inayna adduunyada jacaylkeeda iyo dhaldhalaalkeeda iyo quruxdeeda qalbigooda ku weynaanin haddii ay saas xaalkoodu yahayna in aynan u suubanin nebigiisii calayhi salaatu wasalaam khayru khalqillaahi ahaa inay nolol la wadaagaan aayaddu saasay ku bilaabatay yaa ayuha annabiyu waa amar min allaahi qul liaswaajika waxaad ku tiraa in kuntunna turidna alxayaata addunyaa wazinataha fatacaalayna umatickun wa usarixkunna saraaxan jamiila haddaad tihiin kuwa adduunyada iyo quruxdeeda doonaya oo raba kaalayo waan idin furayaa waana idin yani mataaca waxaa la yidhaha waxaa la siiyo almar'a marka la furo oo yani lagu kaba jabka soo gaadhay kaana waa idin siinayaa si wanaagsanna waa idin sii daynayaa macnaha nolosheedii agteeda waxba kuma lihidin wa in kuntunna hatadiin turidna allaha wa rasuulahu waddaara alaakhira allah iyo rasuulkiisa iyo daara alaakhira kuwa doonaya haddaad tihiin oo jecelna fa ina allaha ilaahay acadda lilmuxsinaati kuwii nool wanaagsan ee xamalka saalixa la yimid muxsinaadka wuxuu u diyaariyey ajran cadiima ajir weyn ilaahay baa yidhi wax weyn wax weyn hadduu ilaahay yidhi waa wax kale wax weyn waa waxaan caqliga bani aadamka geli karin waxaa lagala hadlayay maxay ahayd markii sababu nusuulka laga hadlo aswaaju rasuulillahi sal allahu calayhi wasalam ma ayna ka dalbin nebiga sal allahu calayhi wasalam inuu adduunyo badan iyo filal u dhiso ama gurigii hore ay ku jireen ka bedelo ama qolkii fadhiga ka bedelo ama qolkii jiifka ka bedelo ama waxyaalaha hadda aan ku mashquulsannahay raggeena iyo dumarkeena haweenkuba ha usii badnaadaan lagu mashquulsan yahay ma ayna dalbine nafaqada inuu u yar kordhiyo nafaqadu xagee ka kordhinayaa ee meeshaad maqasheen oo ah laba bilood inaan dab la shidin ya rasuulullah inta nafaqada noo kordhi unbaa dalabkoodu ahaa jawaabtiina taasay noqotay in kuntunna kulligood nebigu waa khiyaar geliyey waaxidatan tilwa alukhraa buu khiyaar geliyey ummana caaishuu ka bilaabay kulligood waxay dhaheen allaha wa rasuulahu wa daara alaakhiraan dooranay halkaasaad marka ka shidaal qaadanaysaa khayr oo dhan halkaasuu ka imanaya wanaagaaga adiga gurigaaga walaashay muslimad dee halkan fadhidaan ka bilaabayaan la hadlaya wanaagaaga ad gurigaaga uu ka bilaabanayo haddaad guri leedahay haddaadan guri lahayn haddaad gabar yar tahay haddaad xaas la tahay haddaad qof weynaatay aad tahay wanaagaagu wuxuu ka bilaabanayaa xubullah wa rasuuluh waddaara alaakhira ood ilaahay jeclaato qalbiga aad ka jeclaato ilaahay haddaad jeclaatayna waxaa calaamadaheeda ka mid a wuxuu ilaahay nacay ma jeclaanay adduunyada ilah ilahay necab yaha ma laydiin sheega horta allah ilahay waa jecel waa necab yaha adduunyada ma jecla allah laa yuxibu addunyaa isagaa abuuray isagaa dadka ugu necmeeyey wamaxa dalika isagaa xaqiray isagaa sheegay inaysan agtiisa waxba ka ahayn isagaa kitaabkiisa noogu sheegay haddii ilaahay agtiisa ay wax ka tahay inuusan dadka ku kufriyey waxba ka siiyeen kabasho biyaana allah ka dhigeen isagaa qur-aankiisa nagu yidhi turiiduuna carada addunya wallahu yuriidu alaakhira idinku carada addunya baad rabtaan aniguna aakhira raba subxaana allah ilaahay aakhira waxba kuma intifaaco allah laa tanfacuhu laa dunya walaa aakhira walaa laakhira nabigiisa sal allahu calayhi wasalam iyo zuhdigiisa iyo saxaabiyaadka iyo ummahaat almu'miniin iyo zuhdigani zuhdi ikhtiyaari buu ahaaye idiraari ma ahayn nebiga hadduu rabo boqor buu noqon lahaa dhulka iyo buuraha waddankiisu dhanna dahab baa looga dhigi lahaa ma uusan doonin leanna wuxuu ogyahay rabbigii koonka lahaa ee adduunyada lahaa inagu marti baan ku nahay oo shalay baa nimid berina waa ka tegaynaaye kii lahaa inuusan jeclayn ayuu ogaaday saasaa laga rabaa ayatuha almuslima khayru dhanna halkaasuu ka bilaabanayaa tarbiyatu alciyaal xubullaahi waxaa markaa waxaa
وآثارتي علامته سكمنا حب الله ورسوله هنا طريق شيء أدخاده إن إله جعلاته هذا مشايخ ذو قيبتي أي هو قيبيا هذا الكيجة يشان هذا وعنانا أرنن واتكتك تو ماذا كهذا لنه ماشى أن كسو قال لك روح وي إله مركا جعلاته شنو وكو جعلان إلهي هذا وكو جعل هذانا وحاربته وهليشا أي شيء دون إلهي وكو سيني وحالا يري بريقي هوري دادكي هوري ولا إسكي إبسين جري داد بالا إسكي إبسين جري وقبر ما متسو إبسري مركا سو قريقا كان سري وخادمة دو شغي سو يعني أدون تيسي مركا آه يعني قبر سالي حدا هذا مؤمن هذا مركا هوشي يا شقدي يوحر بيقول ما يسي هاي ترى حاجة كلام هذا ما يا افسح مركا وهول بان ليه رب قد بهور استأكتي وأما وعبدا وقفت بين هبينك يوم بإله ارتقنيت مركا سي سي مركو صقر حاي تهيبا يكعسيبا لي ويتيري يا سيدي كع وإلهي حس هبينك يونو كرافنه هردنا نسكو أتكيبو نسكا شاكيناه كبعد هذانا وحي هذا الأذق يقول هذا شيء بالوقت يا سحر كأه صلاة الفجر جاي شو له هاي هاي وحي ترى أيو عبد شوين أنت يعني هذون حبات هاي هذي هبين كي وسيدن كنت جاي هذون رب جاه حسن مركها سان كعيون ويشتوي وحن أنا أكتر إذا كنت كنا يان وحن مغلي بويري يلو كنت عايشين يشوله اللهم بحبك لي فاغفر لي إلهي وحان كوكو ودي سنية وكوكو دارين وكوكو ودي سنية حبك جعيلك أذيو أذي إلي ذهي جعيلك أذيو جعيلك أنكو جعله ما إلهو أذيو جعيلك أذي جعيش هيدرتي إيودا بداف فبحبك لي فاغفر لي سؤال با ما شكتي مدوان ويدي ويقولك بدي وحان كو إلي هذيك إنو إلهي كو جعليها يا كو شاي إلهي إنو جعليها وحاي شاي بيتري إنه حالة يوردن إيه أقل هذا إنا لم نجوده ونسق الله فقه ونحسه هذا يكوى كل مدن وسيحي تاسع عنك الدليل وقبل تاسع على مدى يا بيت إنه إلهي هتوصل الجعلين إيه ما أقل هذا ذكر شيء ما أقل هذا مرك هذا إلهي جعلاته ومناجات كيسا وكفره وذكر كيسا وكفره وحلا واحد دون يجوا إسكه ليش خير الدنيا وإسكه ليش صلاح الذرية هليجا مرادك أقول بأ إلهي كوسى هليجا إلهي وقادر الله رب العالمين وحرير أكتيسة كأم مجرو أنك يا ضعفك يقينتين يا معرفة لآنتين يا على قذة يذون على قذة أن ربك قال لنا هاي وصدح نقطي وضعيف نقطي أمبا نقهر تاقن موية الله رب العالمين قادر على كل شيء حوائج تذورنا إلهي وكو قذية عد كلو باهن تهي ملا يا رب جان أن برنو ذكري شيء أن كنت دالنو طاعدي شيء أن كنت دالنو وشيخ علي ويخفر يا واحد حمى يا وحلي وقتي جو إيش كذا ماضي ماشى وقتي جو الله قيب صدي خير كاسين سودر دار مينا إن شاء الله مسلمات مؤمنات ومحجبات وذاكرات لله عز وجل إناتين ونوم غتا إلهي من كبرينا إنه يدين زياديو سداس ما إنه سكو قال إن شاء الله عرورتنا يعني أنت إلوبني عرورتنا هل قفك إلهي عروسي كي كلنا عرور دوني وله لنا الله سي إن شاء الله عرورتنا أدعية وإلهي أبرية وحكله وهداية هنوم كذا لقو قارية مجرو دلال كسته يدب كسته يوحك صوت يسكت أيضا واسد الأورجة هل بعد لقو لي شيء وحبك لي في ميسين هذا أن ربك عسكنن مرك إلهي عسكو ومرك هذا تقول على قفي عن إلهي ليلته وذاكرة نقطه وقيام الليل تكته وبين يدي الله أيده مرك هذا إلهي سبحانه وتعالى المهجة وكوهنونني وصالحين وقرة أعينك هذا توفيق الله لنا وفجوا بارك الله فيك.